أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو المقصود بما نسمعه من تقنين الفقه، وهل هو في صالح الإسلام والمسلمين؟ هذا لا أصل له، إن شاء الله دولتنا دولة مسلمة ولا تجيبها. هذه أفكار واقتراحات والمسلمون ضدها إن شاء الله، ولن تتم بحول الله. نعم، هذه حولت من قبل، ما هو هذه أول مرة، حصل محاولة من قبل وقف العلماء ضدها فانقبرت ولله الحمد. الآن عادوا الكرة وستقبر بإذن الله. نعم.